وأشار الرئيس السيسي إلى أن قدرات الدولة لم تكن كافية لتلقي ضربات متتالية خلال العقود الماضية. أكد السيد الرئيس أن شجاعة القرار وفضيلته أمران مهمان معا لحماية الأمة. يا جماعة، اللي احنا لو ما عملناهوش، قلت التعبير ده بصدق كده وقلت قبل كده، اللي احنا لو ما عملناهوش احنا هنعدي بالقرار ده أناية. هنعدي بالقرار ده ايه؟ أناية. ممكن نعديها، لكن لو اتأخرنا هنبقى عايزين نعدي بحر لا يمكن نعديه لو اتأخرنا في القرار. والحمد لله مشينا وربنا أراد لنا التوفيق. طيب السيناريو بقى كانت تكملته ايه؟ لو الشعب رفض المسار، قلت كده برضو، قلت على طول الحكومة تقدم استقالتها الخميس وانا هدعو الانتخابات الرئاسية مبكرة السبت. شجاعة القرار ولا فضيلة القرار؟ شجاعة القرار ولا فضيلة القرار؟ انا اتصور الاثنين مع بعض.